يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون من ألذ وأشهى الحلويات. اليوم رح نعمل مع بعض كنافة بحشوة القشطة، وإن شاء الله رح نعملها بطريقة سهلة وبسيطة. بالنسبة لحشوة القشطة أكيد ممكن تستخدموها لأي نوع ثاني من الحلويات. تابعوا معي الفيديو وتعالوا شوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للقطر. بالنسبة للقطر هون رح نحتاج كاستين من السكر، ورح نحتاج كمان كاستين من المي. قطر الكنافة كل كاسة سكر بدها كاسة مي، طبعا كمية القطر حسب كمية الكنافة. أنا هون استخدمت تقريبا نص كيلو من عجينة الكنافة. أول ما أشوف عندي السكر ذا بحط نص معلقة صغيرة من عصير الليمون، بوطي الغاز، بتركهم تقريبا مدة ربع ساعة على نار واطية، بعديها بطفي الغاز وبترك القطر حتى يبرد. الخطوة البعديها هون رح أحكي عن عجينة الكنافة. بالنسبة للعجينة هون أنا استخدمت عجينة جاهزة مفرزة، طلعتها من الفريزر، تركتها تقريبا مدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ولازم تكون عنا عجينة الكنافة بدرجة حرارة الغرفة لما نيجي نستخدمها. أبدا ما تستخدموها وهي ثلج، لما تفك معكم العجينة بتكون معكم عجينة رطبة، بتعطيكم نتيجة أحسن. المطيبات هون رح أحطها مع العجينة. رح نحتاج كاسة من السمنة، طبعا عندي هون السمنة لازم تكون دافية، ورح نحتاج كمان سكر بودرة، تقريبا نص كاسة من السكر البودرة. بنفرك السمنة والسكر مع العجينة حتى العجينة عندي تشرب كل كمية السمنة وكل كمية السكر. رح أحكي هون عن كمية السكر، ممكن تحطوا لحد 3 ملاعق كبار من السكر. السكر هون بيعطي قرمشة للعجينة الكنافة، بيعطي تماسك، بيعطي لون حلو للكنافة بعد التحمير. طبعا اللون الأصفر الموجود في عجينة الكنافة هو من السمن العربي. الصينية رح نحط فيها الكنافة لازم ندهنها بكمية منيحة من السمنة. السمنة هون ما بتخليها العجينة تلزق بالصينية، فلما نيجي نقلبها تقلب معاكم مثل القالب. طبعا انا هون حطيت معلقة كبيرة من السمنة. بالنسبة للسمنة اللي حطيتها مع العجينة، نص كاس من السمن العربي ونص كاس من السمن العادي. السمن العربي هون بيعطي نكهة كثير طيبة للكنافة. بنفرد عجينة الكنافة على كل الصينية، اذا شفتوا فراغات بتعبوها. لازم تكون عنا الطبقة منيحة، طبعا هون بنرصها كثير منيح. رجعت هون رصيتها بالصينية حتى تكون معي الطبقة الأولى طبقة متماسكة. بهيك عندي صارت جاهزة. هلا هون رح أحضر للقشطة. بالنسبة للقشطة هون رح نحتاج كاستين من الحليب السائل، طبعا كل كاس حجم 300 مل. رح نحتاج كمان هون النشا، كل كاس حليب رح أحط له معلقتين كبار من النشا. رح نحتاج 4 ملاعق كبار من النشا. طبعا عندي هون الحليب لازم يكون بارد، بذوب النشا كثير منيح مع الحليب. المطيبات اللي رح استخدمها هون رح نحتاج القشطة. بالنسبة للقشطة هون انا استخدمت الجيمر، بيعطي نكهة كثير طيبة للكنافة، تقريبا 200 مل. في حال مش متوفر عندكم حليب السائل ممكن تستخدموا حليب البودرة. بتحطوا لكل كاس مي 3 ملاعق كبار من حليب البودرة. رح نحتاج كمان هون الفانيلا، رح أحط نص معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة، بذوبهم. وآخر إشي هون رح أحط معلقتين كبار من السميد. السميد هون استخدمته هو سميد خشن. السميد بيعطي طعم وبيعطي كمان تماسك للقشطة، وبيعطي كمان وقت التقديم منظر زي كأنها القشطة مثل الجبنة. طبعا هون أنا حطيتهم على الغاز، بنستمر في التحريك حتى تتجانس عندي كل المكونات. أول ما أشوف عندي الفقاعات بلشت تظهر بعرف عندي إنه الخليط صار جاهز، بطفي الغاز. طبعا هون بننزل الخليط وهو سخن، رح ننزل كل الكمية. طبعا هون على طول رح نرجع نغطي القشطة بطبقة منيحة من الكنافة. في حال انه القشطة نزلت على الاطراف بتفصلوها بمعلقة. لازم يكون الفاصل بين القشطة والصينية طبقة من الكنافة حتى لما تيجي تقلبوا الصينية انها ما تلزق معكم.
أو تحترق معكم القشطة. طبعا هون بنسكرها كثير منيح. الطبقة الأخيرة هون ما في داعي انكم تشربوها بالسمنة، لأنه كمية السمنة اللي حطيناها في البداية كفاية. بهيك عندي صينية صارت جاهزة، هلا هون رح أدخلها الفرن. بالنسبة للكمية هون أنا ما استخدمت كل الكمية، تقريبا هاي الكمية اللي زادت معي. وهلا هون رح أحكي عن الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 180. أغلب الشوي كان معي من تحت، أول ما شفت الأطراف بلشت تاخد لون أحمر غامق شغلت الشواية من فوق. هيك عندي بعد ما طلعتها من الفرن، طبعا لازم نقلبها وهي سخنة. قبل ما تقلبوها حاولوا تهزوا الصينية حتى تفك شوي الأطراف عن بعض، يعني الطرف الكنافي يفك عن طرف الصينية. ما شاء الله ما تتخيلوا نكهتها، بجد شهية ريحة السمنة فيها. السمن العربي جدا شهي مع الكنافة. طبعا هون رح أشربها بالقطر، القطر رح يكون عندي بارد والكنافة سخنة. رح أحكي عن السمنة، في حال ما بتحبوا أنكم تستخدموا السمنة أكيد ممكن تستخدموا الزبدة، بس استخدموا نكهة طيبة من الزبدة. على العموم الكنافة هي طيبة مع السمنة. بالنسبة للتزيين هون رح أزينها بالفستق الحلبي. طبعا الأفضل التقديم أنها تكون سخنة، وحتى لو بردات ممكن تسخنوها بالميكروويف بتعطيكم نفس النتيجة. وهي وصفتنا لليوم، كثير حبيناها في البيت، طلع طعمها بجد شهي. بتمنى انها تعجبكم، بتمنى كمان ان الفيديو عجبكم. اذا عجبكم